لأن الدنيا عرفت الإنسان من الكتاب، عرفت الإنسان من الإنسان، عرفت الإنسان من الإنسان. اليوم قررنا احنا باش نتلموا لما متاع ولاد البلاد ونصاحبوا بعضنا
بالموضوع هذا، وجبنا ناس اللي خدمنا معاهم سي منير حسين والبلديه كذلك والمواطنين، راحوا خدمنا قبل طبعا وصلنا لنتائج تو بعد الخيال يزيد يوريونا. لكن صياده للاسف الشديد مازال ما وصلنا حتى شيء. كيف نحب نرحب بالاخت معناها واخده دكتوراه في التلوث المائي، نجم تزيد تفيدنا. عندنا سي مجدي زاد ولد بلادنا هو دكتوران في معناها في البيئه، نجم يفيدنا. معناها هذايا اللي حبيت نقولوا، الا كونوا اليوم اول لمه باش نقعدوا نصالحوا بعضنا ونعملوا ان بلان داكسيون، معناها خريطه الطريق شنو يلزمنا نعملوا باش نتاح الهم هذايا. ما نزيدش نطول اخ وليد، بارك الله فيك، يظهر لي حطيت الموضوع في اطاره، ومر الكلمه للاخ وليد. تفضل. هي تصور سي منير عمل بريزنتاسيون شو عمل؟ دونك عندي كلمه سي منير. نقدموا سي منير، سي منير حسين استاذ تعليم ثانوي، خبير زاد هو نائب رئيس ولا رئيس المنتدى الجهوي للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه اللي موجوده في قصيبه المديوني، المقر نتاعه في قصيبه المديوني، وخبير لدى معناها عدد من المنظمات الغير حكوميه في المجال نتاع التلوث. تفضل سي منير، مرحبا بك. شكرا اسامه وشكرا لكل الاخوان الحاضرين، نوجه لكم تحيه لانه هذا ما يعكس الا الوعي المواطني بضروره الدفاع على بيئتنا. وراهو اليوم الانشطه تاعنا في اطار الدفاع عن البيئه يندرج ضمن احدى الثورات الخمسه اللي قاعد يعيشها العالم، وهي الثوره المتعلقه بالانفيرونمون. عالم كامل يجري حول الانفيرونمون من اجل القطع مع المنوال اللي توحش هذا في اطار التركيز نمط الاستهلاك ونمط الانتاج على مستوى العالم. وقت تشوفوا القمم اللي قاعد تاخذ فيها الامم المتحده وكل الخبراء العالم اللي حذروا من الكوارث البيئيه، وما هذه الا حلقه من الحلقات التلوث الكبير اللي انجر عن منوال تنموي متوحش يستفيدوا منه اربع عباد لكن المتضرر منه الغالبيه المرضى. مانيش جاي نعاود نرجع نحكيو على مشكلة التلوث، لأنه فما إجماع كل التحاليل وكل الوقائع وغير ذلك تثبت بطبيعة الحال الكارثة البيئية اللي يعاني منها خليج المنسيب، وتحديدا أكثر من قبل لو تلقينا نتحدث فيها تماما، هي من جنوب المنسيب البحيرة المنسيب إلى ميناء صياد. يعني ميناء صياد يقول ما فيها سيدي عبد السلام، ما فيها سيدي عبد السلام، لأن المنطقة كلها محيطة بميناء. كل المنطقه كل التحاليل اثبتت التلوث الكبير بها. وما يخفاكمش ان المجتمع المدني كرد على هذا التلوث انطلق مش من توا، تقريبا اول حرائق كان معناها